دلوقتي مع حضراتكم هنتوجه سريعا إلى محافظة البحيرة. هناك هنقابل اتنين من الجدعان مزارعين بسطاء جدا، عبد الله الشرقاوي وعادل الشرقاوي. الاتنين قدروا يدخلوا لمصر صنف جديد من البونيكام، وده واحد من أهم المحاصيل العلفية على مستوى العالم. الصنف اسمه MG12، وهو برازيلي المنشأ، ويصلح للزراعة في الأراضي البالغة الصعوبة، ويكفي أنه يتحمل ملوحة حتى 7 و8 آلاف جزء في المليون. أما الإنتاجية فلا تقل عن 25 إلى 30 طن في الفدان. خليكم معنا. اللي قدام حضراتكم ده محصول علفي اسمه البونيكام، مزروع النهاردة في مصر، ويعتبر من أهم محاصيل أعلاف الثروة الحيوانية على مستوى العالم، لأن نسبة البروتين بتوصل فيه وهو أخضر لغاية 14% والجاف 22%، بخلاف السكريات اللي معناها طاقة. كمان متوسط الإنتاجية في الفدان بتتراوح ما بين 20 ل 30 طن، بداية من الحشة التانية، والبقر والجاموس والأغنام بيتجننوا لما يشوفوه وبيخطفوه مش بيأكلوه، وبيعمل أعلى معدلات في تحويل اللحوم وإنتاج الألبان. اسم الصنف ده تحديداً بونيكام MG12، برازيلي، وعمره بيمتد في الأرض لحوالي 10 سنين، وأنتجته شركة عالمية متخصصة في التقاوي اسمها ميتسودا، معروفة طبعاً، واللي نجح في الاستحواذ على ثقتها لتوزيع البذور والشتلات في مصر. اتنين من الشباب الجدعان، عادل الشرقاوي وعبد الله الشرقاوي، وهم من محافظة البحيرة، مركز الدلنجات، وتحديدا قرية البستان، وبجد بيشتغلوا ليل ونهار عشان يتوسعوا في الصوب اللي بتنتج شتلات البونيكام، وبينقلوها بعد كده لأراضي المزارعين. باختصار هم النهاردة وبلا جدال ملوك البونيكام في مصر، وبقوا أصحاب مشاتل الزهراء اللي بتنتج شتلة بونيكام محترمة وما فيهاش غلطة، وعشان كده الطلب على شتلاتهم مهول فعلا. تعالوا في البداية نقابل عادل الشرقاوي اللي تفرغ تماما لتسويق شتلات البونيكام على مستوى الجمهورية وكبذرة في الدول العربية. أنا عايز أعرف الحكاية بتاعت الجدع عادل الشرقاوي، بدأ رحلته ازاي مع البونيكام؟ انت النهارده واحد من اعلام البونيكام في مصر، خلينا بوضوح. تمام. 5 مشاتل، مساحات كبيره جدا ممكن تزرعها من قلب المشاتل، اخد منك البذره وانساك 10 سنين انا بزرع وبحصد وباكل البهائم بتاعتي والاغنام بتاعتي. تمام. احكي لي بقى الحكايه، عرفت منين البونيكام؟ جبت الصنف ده منين؟ انت جيته غزيره جدا ازاي؟ اخويا اتوصل مع الباشمهندس وسام الجرمي، ده الوكيل الحصري على مستوى الشرق الاوسط. لا ده في البرازيل. البرازيل. اخويا طبعا اتعرف عليه وكده، فقال لي جربوا المنتج ده في مصر، فهو كان نزل قبل كده بس كانت نزلت نوعات تانية، فاحنا توصلنا ليه لحد ما توصلنا ليه MG12 ده، فاحنا خدنا منه عينات وبدانا نيه. يعني في بونيكام اتزرع في مصر وما كانتش نتائجه كويسه. ما كانتش نتائجه كويسه. تمام تمام. فبدانا جبنا بقى البونيكام اللي هو MG12 ده، نزلناه MG12. لما نزل هنا مصر نزلناه هنا، فبدانا نجربه الاول. ايه قلنا نجربوه في الايه، في الاراضي وعند المزارعين وكده. لما بدأ ينجح معانا وبقى يشتغل وكده، بقى ننزل منه كميات، وبدل ما كان مشتل طبعا وسعنا منه. تمام. البونيكام ده هنا في مصر اولا بيتميز بنسبه الطاقه، بنسبه البروتين. بروتين قد ايه وطاقه قد ايه؟ بروتين بيوصل في الناشف لحد 22 لحد 22 في الناشف. وفي الاخضر بيوصل لحد 14-16 حسب الارض. ده ضعف البرسيم. ضعف البرسيم حسب خصوبة الأرض، وغير كده كمان بتاخد منه إنتاجية عالية. يعني البرسيم مثلا بيبقى طوله 0.5 متر، إنما ده بيوصل معاه لحد 2.5 متر. فده إنتاجيته عالية. هو بيتحش كل قد إيه عادل؟ أول حشة بنحشها على 45 يوم، شهر ونص. وبعد كده؟ بعد كده كل 25 يوم، لأن هو بيعشق الحر، يعني ده بيحب الحرارة. أنا لما شفت في المشتل أنا شايف شتلة، صح؟ تمام. عود واحد ورق ملفوف على بعضه. ما احنا اول منين الكثافه دي كلها؟ بيعملها ازاي؟ ما هو احنا لما بتزرع العود ده بيعمل كوديه، كل ما بتحش كل ما بتزداد الكوديه معاك.
وفعلا بيقعد 10 سنين في الارض. بيقعد 10 سنين يعني انا باخد منك الشتله وتنساني بعد كده؟ اه يعني احنا زرعنا دلوقتي بقى لنا 3 سنين بسم الله ما شاء الله شغاله زي الفل. نفس الشتله الاولانيه اللي من 3 سنين نفس الشتله وبتزداد معانا. طب ليه ما انتشرش في مصر رغم النجاح ده كله يعني؟ هو حاليا دلوقتي يعني من احنا اول ما خدناه من 3 سنين وجربناه اول سنه نجح معانا، كبرنا الشغل وبقينا نوزع على مستوى الجمهوريه، حتى وزاره الزراعه خدت مننا كان في سيناء ولا في المغرى. وزاره الزراعه تعاقدت معاك وخدت منك شتلات؟ اه خدت مننا الشتلات. وتم زراعتها فعلا في سيناء؟ وتم زراعتها في سيناء السنه اللي فاتت وبسم الله ما شاء الله طلبوا مننا السنه دي وبيزرعوا السنه دي. خلي بال حضراتكم، نبات البونيكام بيتحمل ملوحه مياه الري لغايه 8000 جزء في المليون، ونقدر ناخد منه حشات كل 25 يوم على مدى 9 شهور في السنة، وكل ما نحصد منه يزداد الإنتاج ويتكثف. وفي 3 شهور في السنة وهي ديسمبر ويناير وفبراير بيقف فيها الإنتاج لأنه محصول صيفي عاشق للحرارة المرتفعة، ولكن ممكن جزء من المحصول يتحول لعلف جاف ويتخزن للاستخدام في الأشهر العجاف الثلاثة. عندنا منطقة في مصر عزيزة علينا جدا، منطقة المغرى، طبعا مشروع 1.5 مليون فدان الرئاسي مشكلتها الوحيدة ملوحة المية. تمام، هل بونيكام ممكن يبقى أحد الحلول السحرية لزراعة 280,000 فدان بأعلاف توفر على مصر كتير قوي؟ تمام، هو البونيكام عامة يعني بتحمل الملوحة لحد 7-8,000 جزء في المليون ويطلع بإنتاجية عالية ولا الإنتاجية بتتدهور؟ لا، بالإنتاجية بتاعته بتكون كويسة، بس الملوحة ما تتخطاش 7-8,000 جزء في المليون في الأرض وفي المية، ويديني الإنتاجية اللي أنا أعتمد عليها، عليها عشان أعمل مشروع إنتاج حيواني في قلب الصحراء. تمام، صح كده؟ مظبوطة. يعني أنا عايز أفهم منك حاجة، إمتى أحس إن الزرعة طابت؟ أزرعها إزاي؟ إديني بقى فنيات الزراعة. تمام، هو الأول بيحط سباخ بلدي في الأرض أيا كانت الأرض طبيعة الأرض، وان كان يزرع طنجره سباخ بلدي معامل، سباخ بلدي اه لان معامل آه حراري اه لان هو بيعشق السباخ البلدي اه. وبعد كده كان هيخطط بخطط الارض تخطيط الدور العادي، او ان كان هو بيحط خراطيم او رشاشات ايا كان حسب طبيعه الارض وحسب ما هيروي. بعد كده بيبتدي يزرع عليه الشتلات ديت. الشتلات دي بتقعد في المشتل من 35-55 يوم في المشتل، وبيبدا ننقلها ونزرعها في الارض. يعني بيجي طولها قد ايه كده بقى؟ ارتفاعها من 10 سم لحد 20 سم. تتحط في الارض؟ تتحط في الارض على مسافات معينه، على مسافات شبر ونص كده يعني 35 سم 40 سم، من 35 ل 40 سم من جميع جوانب الشتله، صح كده؟ تمام. طب ليه بسيف المسافات الكبيره دي؟ ليه ما كثفش زراعه جنب بعضها؟ عشان كل ما بنحش كل وش بتزداد الكوديه معانا، تزداد الكوديه اللي هي نسبه الانبات. نسبه الانبات بقى بقعد مثلا بقى 20-40-50-60 وكده. طب انت النهارده بقالك 3 سنين نجحت ان انت تدخل بذره جديده اسمها ام جي 12، صح كده؟ تمام، من البرازيل. تمام، والوكيل الحصر الراجل بيثق فيك ومعتبر ان انت وكيله الحصر في مصر هنا. تمام، ليه ما حاولش ان انت تنشرها بقى في الصعيد، في الدلتا، في سيناء؟ احنا حاليا دلوقتي بقى لنا 3 سنين بنوزع على مستوى الجمهوريه. على مستوى الجمهوريه؟ على مستوى الجمهوريه يعني احنا مثلا وليكن سيناء ممكن بنودي شتلات وبنودي بذور، اسوان الاقصر بياخدوا مننا بذور عشان الشتلات ما تتبهدلش من لحد هناك، اسيوط والمناطق الدوليه المشاتل اللي بتعملها هناك في الصعيد بتعملها في الصعيد بيحطوها في المشاتل 40 يوم 45 يوم وبنقلوها وبيزرعوها. احنا بقالنا 3 سنين من وزاره. هو الحر يبقى في الصعيد يجود جدا مش كده برضه؟ ممتاز، في وادي جبلي بسم الله ما شاء الله ممتاز جدا. سر اقبال الثروه الحيوانيه عليه ان هو عباره عن مصدر طاقه ومصدر بروتين. بروتين، صح كده؟ تمام. الدراسات اللي اتعملت عليه من وجهه نظرك انت، تمام، بتقول ان هو المستقبل في العلاف في مصر؟ هو ده مستقبل العلاف في مصر. ليه بقى؟ انتاجيه عاليه، يعني هو انتاجيته اعلى من البرسيم والبرسيم الحجازي، وفي نفس الوقت في نسبه طاقه ونسبه بروتين، فبالتالي المشا كلها مقبله عليه. وهو يعني هو ده المستقبل في مصر الايام الجايه. يعني ده ممكن يجي اليوم يبقى منافس قوي جدا للبرسيم. منافس قوي بسم الله ما شاء الله، ويخلينا نسيب الذره الصفراء ناخدها حبوب ما نعملها السلاج، يعني يأمن لمزارع اللبن احتياجاتها من السلاج. احتياجات المزارع كلها سواء حلابه تسمين، البنوكام ده بيغطي بنسبة 70%. ليه؟ بيتعمل منه سلاج وبيتعمل منه إدريس بلات، وممكن يتفرم ويتاكل فريش. وفي ناس عملته كزبل للمواشي. استهلاكه للمية عامل إزاي؟ ما بيستهلكش مية زي البرسيمة، ده أقل استهلاك مية. فده مستقبل في الأراضي الصحراوية، كان في أرض المغرى، في أراضي الوادي، الوادي الجديد الدخلة والخرجة بسم الله ما شاء الله، يعني هناك يبقى موفر جداً. اتحركنا مع عادل الشرقاوي لزيارة مزارع الأغنام وأبقار التسمين اللي بتعتمد النهاردة اعتماد كبير على البونيكام كعلاف رئيسية،
كمان زرنا مشاتل الإنتاج للبونيكام، تعالوا نفهم منه ليه البونيكام MG 12 تحديداً اللي بيحاول ينشر زراعاته في مصر. هو بص يعني خليني أقول لك حاجة، وريني كمان دي بعد إذنك. يعني ما شاء الله المجموعة الجذر بتاعها قوي جداً، واللي احنا شفناه في الأرض يعني هو بيتشعب بقوة عشان يقدر يطلع كمية الورق ويقعد 10 سنين في الأرض. تمام. حاجة مذهلة. تمام. بس احنا نعرف البونيكام من سنين 10-12 سنة، في ناس بتجيب بونيكام من المملكة العربية السعودية من البرازيل بتزرعه في مصر هنا، بس بتبقى محاولات يعني ضيقة جدا بسيطة. انت النهاردة بتقود التوسع في زراعته. تمام. ليه الـ MG 12؟ اشمعنى ده اللي انت لازم نتوسع فيه في مصر؟ انت بتقول لي كده. بص بقى، بالنسبة للبونيكام ده انواع كتير ومنتشر في السوق انواع كتير. رجعت عارف مكانها والنبي الاول. ماشي. اه. بالنسبة للبونيكام ده انواع كتير، ولكن افضل نوع حاليا على مستوى العالم هو البونيكام البرازيلي MG 12. لان اولا شركه ميتسودا ديت في البرازيل هي الشركه الاولى عالميا في تجهيز البذور، عندها انواع كتير، ولكن هي افضل نوع حاليا الوقت اللي ثابت وجوده على مستوى العالم اللي هو البونيكام البرازيلي MG 12. بيتميز بنعومه الساق ونسبه الطاقه ونسبه البروتين في كل المواصفات. دلوقتي هنقابل عبد الله الشرقاوي وهو مسؤول المشاتل والانتاج للبونيكام، تعالوا نتعرف على طريقه زراعه البونيكام وتكلفه الفدان والعائد من الانتاج. تفرغت تماما لاداره مشاتل البونيكام. مزبوط. ده مشروع العمر. مظبوط. شراكه بينك وبين الاستاذ عادل الشرقاوي. تمام. عملتوا شغل حلو جدا، وانتوا اصلا ابناء عمومه في قلبنا على قلب بعض. نعم. انت مسؤول المشتل، مسؤول توزيع الشتل على المزارعين، مسؤول انك تعلمهم يعني ايه زراعه بونيكام. مظبوط. بتروح تقول لهم ايه؟ الحمد لله والشكر لله يا رب، احنا بنتابع مع المزارع ابتداء من الحجز، موضوع تجهيز الارض، ازاي بيتم تجهيز الارض والمعاد اللي بيتم تسليم الشتلات للمزارع، وبرضه بنروح انا بنفسي مع العربيه الشتلات بنسلم الشتلات للمزارعين بنفسي، وبنشرف على موضوع الزراعه وبنشرف على ما بعد الزراعه. الحمد لله والشكر لله يا رب، عندنا موضوع اشراف كامل ما قبل الزراعه وما بعد الزراعه الى الحشه الاولى، لحد ما المزارع بيعمل لنا فيديو انه الحمد لله ربنا وفقه والزرعه نالت اعجابه ووصلت الحشه الاولى. اطمنا. اه الحمد لله والشكر لله. اطمن، بيعمل لنا فيديو بيقول الحمد لله انا حشيت اهوت شتلات بونيكام MG 12، وبيذكر المكان بتاعه والاسم وبيبعته لنا، والحمد لله والشكر لله لما احنا كده ايه وصلنا الرساله بتاعتنا. يعني مش بتطمن غير مع الحشه الاولى للبونيكام. اه ساعتها هتبقى المزارع ده خلاص بالنسبه لك. اه تمام. هو يقدر يكمل. اه تمام. صح كده. اه بيكمل، وبرضه في اي متابعه اي ارشادات بتواصل معانا واحنا بنوجهه برضه. ما عمر الشتله في الارض 10 سنين؟ عمر الشتله في الارض بيتراوح من 7 سنين الى 10 سنين. ده تفضل تديني انتاج. اه تفضل تديك انتاج، وكل سنه كل ما بتزيد الايه الكميه الانتاجيه بتاعتها. هي بتدي متوسطات كام في الانتاج في السنه؟ بالنسبة للفدان بيدي في الحشة الواحدة من 7 إلى 8 أو من 6 إلى 8، ده في الحشة الأولى. أول حشة وأنا لسه زارع. أول حشة بعد كده بيتم يزيد بيزيد 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 لحد ما يوصل معانا من 20 إلى 30. هو زراعة مربحة البونيكام؟ كفلاح هنقول إن هو كان بيعتمد على برسيم، بيعتمد على حجازي، بيعتمد على ذرة، بيعتمد على حاجات كتير، إن هي كانت مكلفة وكانت بتاخد يعني بتاخد عمر معين في الأرض أو بتاخد عروة معينة 6 شهور 3 شهور ما إلى ذلك. طيب هنقارنها مثلا ببونيكام اللي هو MG 12 برازيلي، ده بيقعد معانا بسم الله ما شاء الله معانا من شهر 3 إلى شهر 12، وانا ناخد ناتج منه، يعني هو بيريح على مدار 2.5 أو 3 شهور في السنة، ده اللي هو بيريحهم بس، اللي هو ممكن يخزن شوية بونيكام يخليهم جاف ويأكل البهيم بتاعته. البونيكام فعلا زي ما حضرتك بتقول إن هو ليه 3 صور، إن هو بيتاكل أخضر أو إن هو بيتعمل سلاج أو إن هو بيتفرم وبيتعمل دريس. بيتزرع إزاي؟ احكي لنا. بالنسبة لموضوع زراعة البونيكام زي ما قلنا إن هو ليه 3 صور في زراعته، إن هو بيتزرع غمر في الأراضي الرملية أو الطينية أو الحمراء أو الزلطية، ما شاء الله عليه شغال في كل الطرق. بيتزرع الصورة التانية ليه رقم 2 اللي هو تنقيط، برضو في نفس التراب بيمشي فيها وبيتأقلم فيه، لها التربة الطينية، التربة الرملية، التربة الحمراء، التربة الزلطية. رقم 3 ممكن ان هو برضو يشتغل في الصورة التالتة للري اللي هي الري بالرش البشبيه. ايوه ما محصول نجيلي. تمام. ينفع معاه كل سبل الري. طيب لو جينا بقى نتكلم في الجزئية اللي هي بتاعت الفدان بتكلف قد ايه؟ هنقول الايراد الواحد بياخد 5 صواني شتل. تمام؟ ده حد ادنى. 5 صواني شتل. هنضرب الايراد الواحد
اللي هو 5 صواني شتلة 24 في الماكسيموم المجموع الإجمالي اللي هو 24 قراط اللي هو الفدان الواحد، هيدينا الفدان الواحد هياخد 120 صنية شتلة. تمام تمام. طيب ده غير مكثف. دي زراعة، لا دي زراعة عادية. كلم بقى في المهم، تكلفة التكلفة الصنية بكام؟ هنقول الصينية اللي هي دي يا جماعة اللي هي عبارة عن مربع حوالي مثلا 30 في كام دي؟ تكلفة الصينية العادية اللي هي فيها 209 عين، الخواجة مصنعها اصلا 209 عين. 209 عين احنا بندربها على اساس ان هي 200 عين. وبالنسبة لي يا جماعة عشان ننبه للجزئية دي، ان احنا نسبة الانبات عندنا 94%، يعني هنقول الصينية المفترض ان المزارع بيستلم مني 190 عين اجمالي دولت كوامل. بكام بقى الصينية؟ الصينية سعرها 60 جنيه. يعني 60 في 120 صينية للفدان، للفدان الواحد يبقى كده كام؟ تعمل إجمالي معانا 7200 جنيه. حوالي 7200. أنا واقف بحسب معاك 7200 جنيه مظبوط. تعالى بقى نعكسها، نعكس مع تسميده وعملته وكلام ده كله، يوصل تكلفة الفدان لكام؟ بنقول سعر الشتلة التكلفة 7200 جنيه للفدان مثلا، يعني هو لو مثلا كام قد ايه تكلفة تانية تسميد وعمالة؟ لا تكلفة تانية ما بتكلفش حوالي 2000 جنيه. 2000 جنيه ده احنا بنقول حد اقصى خالص. يعني الطن بكام؟ هنتكلم مثلا عن سعر الطن اخضر النهاردة. سعر الطن اخضر مثلا من 600 ل 700. تمام. ان هو هيحشه مثلا من الارض بتاعته زي ما شفنا كده في الارض، ان هو هيحشه وهيبيعه طن على طول اخضر من 600 الى 700 جنيه. طيب في الصوره الثانيه بتاعته ممكن ان هو يوصل معاه لحد 2500 في الناشف اللي هو الدريس. انتوا زارعين مساحات للمزارعين، عندكم مشاتل ما شاء الله داخلين عروه جديده، في طلب؟ بسم الله ما شاء الله السنه دي في طلب خارجي. السنه دي احنا بسم الله ما شاء الله عندنا اقبال رهيب خالص على البونيكام من السوق المحلي على زراعته. في السوق المحلي، وعلى فكره في السوق العالمي احنا بنطلب مننا كميات برضو ان نصدرها لبره. شتلات شتلات او ناتج، فاحنا او ناتج او بذور. البونيكام محصول علفي متميز، والعائد من الفدان مجزي جدا، وبيعمل طفره في انتاج اللحوم والالبان، وتكلفه زراعته بسيطه ومعاملاته الزراعيه محدوده، يعني محصول واعد جدا وبيقلل تكلفه الانتاج الحيواني، وممكن يتزرع في الاراضي اللي مياه الري فيها ملوحتها مرتفعه جدا، يعني مفيش افضل من كده.